وحنا وانا نقول لكم واحد القضيه، العلماء اللي فواحد المرحله اللي كان جو مرحله الوطنيه راه كانوا وعندهم واحد اليقظه، لا ما تصوروش اليقظه ديال العلماء اللي كانت عندهم. ما تصوروش العلماء كانت كانوا في التيمم كما يبقى العلماء ابدا. الحركه الوطنيه هي حركه العلماء بامتياز، واللي كتبوه العلماء ديك المرحله لما كانت فرنسا جايه وكذا وداخله قبل كانوا يبصرون الناس، وكتب الناس الكثير عن الاستعمار والخطوره ديالو والاهداف ديالو، وكتبوا عن التعليم. شكون فيكم انتم يعرف ما معنى التعليم؟ احنا التعليم الديني، التعليم العتيق، ماذا يراد به؟ ها هو التعليم. البارح سمعتوا محاضره ولا لا ديال الهنود؟ شي واحد من العلماء في الدروس حسن شفتوا هذيك، خصكم تقراوا هذيك، خصكم تقراوها، خصكم تعلموا، ما تبقاوش غير تمشيو تدخلوا وتخرجوا. راح نتكونوا حياه هذه راه تفوت، ماشي انا نحسبوا الاوقات وانا نصح، ولكن تشوف بانه الشخص هذاك من بعد يتكلم. طبعا واحد المجموعه ديال الناس ما يامنوش بالكلام ديالو. قول احنا كنا الان شعرنا في الهند، احنا 160 مليون شعرنا بان لولا ان نهرنا القران واللغه العربيه لكنا ضعنا. وتكلم عن بريطانيا، ما جاو بريطانيا كانوا معولين صفيو وكانوا يميلوا للمذاهب الاخرى، ولكن العلماء المسلمين ذهبوا ونشروا العلم والقران في البوادي. ها كاين شي واحد يجي يسولك واش راك دير انت القران ولا تنشر ولا ما تنشرش؟ الناس من ياكل شي شي مفضيل، راه الامه خاصها تمشي تتعاود تراجع كل شيء. فين حنا؟ نقول الباح شي واحد يقول فين انتم درتوا؟ ديروا لنا كرسي واحد ديال الحديد وحضروا. واش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينه ما كاينش كرسي ديال الحديد ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقراوا الحديث باصوله ونقراوا، عيب نتلاقاو مع النبي صلى الله عليه وسلم غدا نقول له عمرنا ما قلنا البخاري. عيب تلاقاو يوم القيامه نقولوا يا رسول الله عمرنا ما قلنا البخاري. والناس كانوا يقراوا البخاري ويقراوا بالشروح، البخاري بوحده تعبت فيه الامه. راه العشرات ديال الشروح ديال البخاري بكلماته باعرابه بكل شيء، وحنا بالك شي صفينا لها وقضينا وبقينا نقراو غير داك الشيء اللي عجبنا ولا نقراو ديك المحاجيات. واحد السي فلان كان ناعس في الليل وشاف هادي وشاف، او دير وجمع راسك شي ناعس ولا ما نوض 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 الناس غير خليه ليك. شوف الان شي مسلم شحال يتكلموا على منامات وعلى النعاس. اقرا البخاري وقرا سميتو علوم الحديث، علوم الحديث قرا باش تدافع عن الدين ديالك عن الامه ديالك. هما نعاس نهار يجي والديك انت ونعاس تو ناموس الى الناس في غدوك ما غاديش تبقى. هذا شيء اللي جا راه كاسح. تعرفوا واش نقول الان؟ راه كاسح. لاننا بعض المرات تعجب كيفاش بهذا الاد خصو يتبدل، سميتو العصر خصو يتبدل، الصحابه ماشي مزيانين، عائشه ماشي مزيانه، ابو هريره ماشي مزيان، البخاري ماشي مزيان، واش خليتهم في الباقي؟ جمعوا جمعوا ديروا دير واحد ليست تشوف شحال الضربات. مازال ما فقتوش في هذا الشيء. العلماء كما قلت لكم العلماء قبل كانوا الله يجزيهم بالخير، كان واحد الحس كبير جدا، كانوا حس كبير. اذا كتشوفوا انتم المختار السوسي، ماشي المختار السوسي، قراوا شوفوا دخلوا الحياه ديالو، سولوا الناس اللي عارفوا شنو هو المختار السوسي. الان كل الناس سوس، كل المختار السوسي. المختار السوسي كان شاب بان الدنيا مشات. انا حديت نتكلم واحد من العلماء تلامت قلت له كنا نجيو لمراكش ما خرجنا من السوسي، جينا لمراكش ما عندنا والو، ويجمعهم في واحد الدار وكذا وكذا، ويمشي هو مختار السوسي يمشي يطلب، هو يقول هذا السيد الرماز راه باقي مازال يقول يمشي لبعض الناس ديال الكتان والناس كانوا يحترموه يقول الله يخلي ستروا هاد الطلبه سميتو لبسوه باش الناس استمرت، باش العلم استمر. هذا السيد يقول لي راه باقي هو في الدار البيضاء اسمه جسيم، يقول لي هذا الكلام باش مختار السوسي كان يوكلنا ويشربنا وكذا، وفرنسا تطاردوا وفرنسا وشحال من مره يتنفى وشحال من مره يتحبس، وراه خد الوطنيه وخيد الدين باش بقى هذا الدين. شيخ مكي ناصيري، الناس مكي ناصيري كان يدير الدروس، راكم ما تعرفوا والو. مكي ناصيري بقى واحد المره مرفوض لا من السلطه ديال الشمال ولا من السلطه ديال الجنوب. تعرفون بان تنفى من، لان كان دائما اللي يكون منفي من المغرب من الحمايه الفرنسيه يهرب عند الحمايه الاسبانيه. ها هو بجوج رفضوا، ما بقاش عنده حق الجواز. الشيخ مكي ناصيري كان يمشي بالجواز الباكستاني، كان يمشي جواز ومشى فرنسا، مشى مصر يقرا ولحقته فرنسا مصر وخرجته من مصر
وهرب مشى 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 عاش في سويسرا وتلقى مع الزعماء وشكي برسل في سويسرا وكل شيء هاد الناس خدموا على الإسلام ثم قاع احنا ما عندنا والو سبيت كندا هاد الناس كانوا يحسوا بالرسالة ديالهم.